السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ابتدأ هذا الفصل رحمه الله ببيان مشروعية التلبية، وقد تقدم ذكر التلبية في كلامه رحمه الله، لكنه رحمه الله نبه إلى مسألة أخرى تعلق بالتلبية. أولا، أن السنة أن يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويبين الشيخ رحمه الله لا بأس أن يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك. وهذا وإن كان لم يثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة يلبون بأنواع من التلبية، ولم يكن ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا في أخبار وفي آثار صحيحة، منها ما أخرجه مسلم عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبي والرغباء إليك والعمل. فيلبون بنحو هذه الألفاظ من التلبية. وجاء أيضا في حديث جابر شيء من هذا عند أبي داود وغيره: لبيك ذا المعارج. فكله يبين أنه لو زاد لا بأس، وإن لزم التلبية التي كان يلبيها عليه الصلاة والسلام كان حسنا، كما يعني أشار الشيخ رحمه الله قال: لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن زاد على ذلك فإنه يجوز. هذه المسألة التاسعة والعشرون من مسائل هذه الرسالة أو هذا المنسك. المسألة 30، ذكر الشيخ رحمه الله التلبية ومعناها، وأن معناها إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والملبي هو المستسلم المنقاد، كما ينقاد الذي لبب، يعني أخذ بلبته، هكذا أخذ بلبته. والمعنى يعني هذا باب التشبيه، هذا من جهة المعنى أنه منقاد ومستجيب ومستسلم لله سبحانه وتعالى، مستسلم لحكمه، مطيعون لأمره مرة بعد مرة، لأنه لا يستسلم تارة ويأبى تارة، بل هو مستسلم مستجيب دائما لا يزال على ذلك. وأن التلبية هي لشعار الحج، وكما جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. وهذا الحديث جاء عند الترمذي بن عمر وسنده ضعيف جدا، لكن رواه الترمذي من حديث أبي بكر وإسناده أجود، يعني وإن كان وهو في انقطاع، وجاء من حديث مسعود عند أبي يعلى. فهو مجمع هذه الطرق يكون حديثه جيدا. المسألة 31، هذه التلبية التي شرعت للحجاج حين يدخلون في النسك يشرع رفع الصوت بها للرجال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رفع الصوت بها، لكنه يكون رفع لا يجهد المحرم نفسه حتى لا ينقطع، بل يكون رفعا يحصل معه الاستمرار ودوام التلبية والاستمرار عليها. هذا في حق الرجال. أما في حق النساء فإنها تسمع صواحبها ومن كان قريبا منها. وجاء في حديث جيد عند الترمذي أنه من حسان بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه من أرض حتى إلا لبى من عن يمينه ومن عن شمال حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. و هذا الحديث جيد، جاء من رواية إسماعيل بن عياش، وجاء تابع عليه عبيدة بن حميد، فكان بهذا جيدا كما تقدم. فهو جاء من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية، وتابع عليه عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية رحمة الله عليه. المسألة 32،
أن المحرم ينهى عن التطيب لأنها من محظورات الإحرام، وهل ينهى عن غير ذلك؟ مثلا هل يجوز استخدام الدهن في رأسه أو بدنه إذا لم يكن فيه طيب؟ الأصل جواز ما دام أنه لا طيب فيه، لكن بعض العلم يرى أنه نوع من الترفه فيتركه، فتركه أولى لكن ليس منهيا عنه لأنه ليس بطيب، إلا إذا كان فيه شيء من الطيب فينهى عنه لأجل أنه في حكم الطيب. المسألة 33، المحرم عليه أن يحتاط حين يأتي إلى الحرم وغير الحرم وغير المحرم، أنه لا يتعرض لشجر الحرم فلا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته مباح إلا الإذخر كما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما غرسه الناس أو زرعوه فهذا لهم، وكذلك ما يبس وكان ميتا من أنواع النبات فهذا يجوز أخذه، كما أنه لا يجوز أن يصطاد به صيدا لا للحلال ولا للمحرم، المحرم لا يجوز لا في الحرم ولا غيره، لكن الحرم صيده محرم على الجميع. والمسألة التي بعدها هي والمسألة 33، أن حرم المدينة له حدود من عير إلى ثور، وهو يشبه حرم مكة من بعض الوجوه من جهة التحريم، لكن يختلف حكمه عنه أن صيده ليس له فيه جزاء، إنما لثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث سعد بن وقاص هو سلب من أخذ سلبه، يعني من وجدتموه يصيد فيه فسلوه أو قال فخذوا سلبه، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالصيد وهي المسألة 35، أنه إذا أمسك غير المحرم صيدا خارج الحرم ثم دخل الحرم هل يطلقه؟ هل يجب عليه إطلاقه لأنه الآن صيد حي معه أدخله إلى الحرم، هل يطلقه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء قالوا إنه يجب عليه أن يطلق لأنه في حكم صيد الحرم، وذهب بعض العلم كالشافعي لأنه ما دام صاده خارج الحرم فلا يعتبر من صيد الحرم فله أن يمسكه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا نوع من الصيد ولم يأمر بإطلاقه عليه الصلاة والسلام. المسألة 36، الحرم مكة وحرم الحرم النبوي، ولا ليس هناك حرم ثالث، البيت المقدس له فضله وعظمته لكن ليس حرم، ويقع في كلام بعض الناس حرم المقدس وكذلك حرم الخليل نحو ذلك، وهو مسجد يشرع شد الرحل إلى هذا المسجد الأقصى، لكن ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم النبوي والحرم المدني، حرم المدني في المدينة. واختلف أهل العلم في أيضا في موضع ثالث وجه واد بالطائف، والصواب أن حديثه لا يصح، وهو عند بعض أهل العلم أنه حرم، لكن عند جمهور العلماء أنه ليس بحرم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك. المسألة 37، المحرم له أن يدفع عن نفسه ما يؤذيه من الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وهذه يشرع قتلها في الحل والحرم، كما له أن يدفع عن نفسه ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، فإنه لا حرمة له في هذه الحالة في حال الدفع عن نفسه. والمسألة 38، أنه لو قتل شيئا من ذلك مما دفع عن نفسه من هذه الحيوانات ما صال عليه فإنه إذا لا شيء عليه ولا بأس بذلك، لأن الصائل لا حرمة له إذا تعرض عليه له شيء من هذه الحيوانات، وله أيضا لو مثلا آذاه شيء من القمل نحو ذلك، يعني في المكان الذي فيه يكون في الشيء مما يؤذي من الحشرات نحو ذلك، له أن يدفع عن نفسه وأن يلقيها، وله قتلها دفعا لشرها وأداها. المسألة
وثلاثون أنه يحرم على المحرم وطئها ومقدمات، وهذا بلا خلاف. ولو أنه وطئ في حال الإحرام فسد إحرامه، فسد إحرامه، وهذا إذا كان في عرفة، فما إذا كان قبل عرفة بلا خلاف. وكذلك عند الجمهور إذا كان بعد عرفة قبل التحلل الأول لازال إحرامه كاملا. وذهب الأحناف إلى أنه إذا كان بعد عرفة وقبل التحلل الأول فالحج عرفة، فلا يفسد حجه. هذا ولكن قول الجمهور يقولون إنه يفسد لأن الإحرام تام ولم يحصل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول فلا يفسد عند عامة العلماء، لكن عليه شاهد عند الجمهور خلافا لمالك الذي قال عليه بدنا كما لو وقع الجماع قبل التحلل الأول، والأظهر هو قول الجمهور. المسألة الأربعون، إذا قبل المحرم بشهوة، قبل زوجته مثلا، في هذه الحال محظور عليه الوطء ومقدماته، كذلك التقبيل بشهوة. لكن إذا فعل هذا ماذا يجب عليه؟ اختلف العلماء، منهم من قال يجب عليه شاة، ومنهم من قال عليه فدية أذى، يعني فدية من صيام أو صدقة نسك، معنى أنه يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صفاع. وإذا احتاط وأخرج شاة يعني بالقول الأعلى في هذا كان أبرأ وأحوط لحجه. المسألة الحادية والأربعون، تطرق الشيخ رحمه الله مسألة هي تكون في أول ما يقدم الحاج، لكن الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه إليها، وهما إذا قدم مكة. فإنه إذا أتى مكة بعد إحرامه ودخل مكة سنة أن يبادر إلى الحرم، وله أن يأتي من أي الجوانب، لكن الأفضل والأكمل إن تيسر له أن يأتي من أعلاها. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا من كدا، وخرج من الثنية السفلى من كدا، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. وأهل مكة يقولون افتح وادخل، أي واضمم واخرج، أي كدا بالدخول وكدا بالضم، وهذا غير كدي، إنما كدا كما تقدم، فهذا هو من جهة يعني من جهة على مكة، وهو من جهة الحجون والثنية، وكدا هذا من جهة شبيكة، وهذا حيث يتيسر. وقد تختلف الطرق خاصة في مثل هذا الوقت وأمر الدخول وأمر الحج، لكن الشأن أنها مثل هذه السنن حيث يتيسر له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء إنما دخل من أعلاها إشارة إلى الظهور والعلو اعترافا وشكرا لله سبحانه وتعالى، ودخل عليه الصلاة والسلام كان كلما دخل مكة بعد ذلك بالفتح ما بعده يدخل مطاطيا الرأس صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خرج من مكة مع صاحبه مختفيا، مع أبي بكر رضي الله عنه مختفيا، ثم دخل مكة عزيزا ممتنعا، وهو عزيز في كل أحوال عليه الصلاة والسلام، لكن ظهر هذا الأمر ودخل الناس في دين الله أفواجا ولله الحمد، فاعترافا وتذكرا وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مع أن هذا كان في الفتح، لكنه كان يفعل ذلك كلما دخلها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة. وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواسم العظيمة العامة يغير الطريق، كما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق. واختلف العلماء في العلة بهذا، لكن في الحج قيل لأنه دخل من أعلاه إشارة إلى دخوله عاليا مرتفعا عزيزا عليه الصلاة والسلام بإعزازه وإكرام الله له للنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية والأربعون، الدعاء يشرع لمن دخل الحرم أدعية،
ورد أدعية لكن لم يثبت شيء من هذا. جاء اللهم وجد من دخله وراء البيت حين يرى البيت، اللهم وجد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وجد من شرفه وكرمه وعظمه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ورد أخبار في هذا لكن لم يثبت. والصواب والله أعلم أنه يقول حين يدخل المسجد مثل ما يقول إذا دخل سائر المساجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول بسم الله العظيم العظيم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأظهر، ويدخل ويقدم رجله اليمنى وفي الخروج يقدم رجله اليسرى، هذا هو الأظهر. وإن قال شيئا من هذه فجمهور أهل العلم يقولون أنه لا بأس في هذا لكن تحديد وتخصيص حالة معينة حال رؤية البيت هذا ما يحتاج إلى دليل بين، لأنه دعاء خاص في حال خاص ووقت خاص، مثل هذا يحتاج إلى دليل خاص. لكن العبد حين يأتي إلى مكة وفي الحق هو في عبادة عظيمة، عبادة التلبية، في الأصل أن يبقى ملبيا حتى يشرع في الطواف، هذا هو الأصل. المسألة الثالثة والأربعون، المسألة الثالثة والأربعون، إذا دخل المحرم المسجد الحرام فالسنة أن يبدأ بالطواف، هذا هو السنة، السنة أن يبدأ بالطواف، وهذا هو الأكمل والأتم، هو البداءة بالطواف. وتحية، هذه تحية المسجد الحرام، ولو بدأ بالصلاة فلا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد، ولأنه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين وهما ركعة الطواف، وتحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، هذه هي تحية المسجد الحرام كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم. المسألة الرابعة والأربعون، يشرع وهي قبل ذلك، يشرع وهذا هو قبل ذلك، أنه من تيسر له الاغتسال بعد ذلك إذا دخل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى عليه الصلاة والسلام، وهي بئر مطوية، ويذكر بعض من له معرفة بالآثار أنها اليوم بحي جرول، بحي جرول، وحيث ما اغتسل لو أنه جاء واغتسل في مكان كان له مكان خاص فلا بأس بذلك. فالمقصود أن هذا من الأصل، فجاء الغسل عند الإحرام وجاء الغسل عند دخول مكة، فهذا غسل مشروع لدخول مكة، وهذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يفعله، ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وهو بات بلطوة واغتسل عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة والأربعون، أنه إذا دخل المسجد هذا الطواف الذي يبدأ به هو طواف القدوم، هو طواف القدوم، فيبتدئ به من الحجر الأسود استقبله استقبالا، وهذا الطواف طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، وإن كان متمتعا محرما بالعمرة سواء كان في حج أو في غير حج فهذا هو طواف العمرة، هذا هو طواف العمرة وهذا هو السنة. وبعد ذلك على من يطوف أن يبدأ من الحجر الأسود، وإذا استلمه الشيخ يقول بسم الله والله أكبر، وجاء في هذا أدعية لكن لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عند ابتداء الطواف. جاء في أثر قال بسم الله والله أكبر، وعزاه الطبراني وعزاه ابن القيم رحمه الله مرفوعا إلى الطبراني عن ابن عمر، والصواب أنه عند الطبراني عن ابن عمر موقوفا عليه، وهي ثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الله أكبر، الله أكبر، ويشير إليه ثم يبدأ بالطواف على البيت. المسألة السادسة والأربعون، نبه الشيخ رحمه الله بعدما ذكر في الطواف أنه يشرع هنا أمور من السنن
في الارتباع والرمل في الطواف الأول، يعني الرمل في ثلاثة أشواط والارتباع في جميع الطواف، وهنالك دعاء يعني هنالك ويدعو بما فتح الله عليه ويسر الله له. ستأتي بعض ما يشرع أن يقوله في كلام الشيخ رحمه الله. وكما أنه يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه، والحجر ركن اليمان يشرع استلامه، نبه الشيخ أنه لا يشرع مسح أو تقبيل جوانب البيت ما سوى هذين الموضعين، في تقبيل الحجر الأسود وفي استلام والركن اليماني. وأن ما يفعله بعض الناس من البدع والضلالات من التمسح هذا كله ضلال، وأنه لا يجوز، وطلب التبرك بها ونحو ذلك هذا بدع، وقد تكون بدع عظيمة وقد تصل إلى ما هو أشد من ذلك، فعليه أن يحذر أن يحذر. وهذا يرجع إلى نيته، حسب نيته في قصده حينما يتمسح. لكن هو الأصل نفس التمسح بغير والمس بغير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة ولا أصل، لأن هذه عبادات ولا يجوز أن يفعل إلا ما ثبت في السنة منها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة 47 أنه كما نبه الشيخ رحمه الله أنه يشرع الرمل في ثلاثة أطوفة، لكن لو كان هناك زحام ولم يتمكن من الرمل في هذه الحالة لا بأس أن يطوف في حاشية المطاف، يعني يبتعد، وإن كان القرب أفضل لكن حيث يتيسر معه الرمل، إذا كان هذا في طواف القدوم ويكون والرمل مشروع. لكن إذا لم يتيسر للزحام فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان خروج إلى حاشية المطاف يعني بعيد عن الزحام والرمل فهو أفضل من قرب البيت بدون رمل. وهذا أيضا تنبيه على معنى آخر، وأن هذه عبادة يفعلها العبد وحده، والعبادة خاصة ليست عبادة مشتركة بين الطائفين معنى أنهم يطوفون جميعا لا كل يطوف نفسه وإن كانوا في مكان واحد، بخلاف المسابقة إلى الصف الأول، فإن الصف الأول والصف خلف الإمام هذه عبادة مشروعة للجميع، فيشرع التراص والتقارب. ولهذا لو أن إنسان قال هل أتقدم للصف الأول وكان في زحام وقد يفوت بعض السنن التي ممكن أن أفعلها لو كنت مثلا في الصف الأخير في الصف الأخير، نقول لا، هذه عبادة متعلقة بالصف الأول فلا تدخل تحت العبادة التي تتعلق بمكانها والعبادة التي تتعلق بذاتها، لأن هذه يتعلق بذات العبادة لا يتعلق بمكانها الذي هو الصف الأول، فتصف في الصف الأول ولو فات بعض الأمور لمشروعية التقدم إلى الصف الأول، بخلاف الطواف في الحاشية فإنك أنت الذي تطوف وحدك وكل يطوف وحده فيحصل له الطواف مع تحصيل الرمل. المسألة 48 لا بأس المصلي لو كان إنسان في الحرم مثلا ويصلي والناس يطوفون عن السنة يتخذ سترة، لكن لو كان في مكان بقرب الناس ولم يتيسر له سترة والناس يطوفون لا بأس بذلك، لكن المشروع مهما كان هو أن يتخذ سترة حتى ولو كان في الحرم، السترة مشروعة في كل مكان سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. مسألة 49 أن الرمل والطباع وهو مشروعان لكن ليس واجبين، فلو تركهما الحاج فلا شيء عليه لكنه فوت سنة. ولو كان تركها مثلا لسبب الأسباب، من إنسان يقول أنا حين الطبع أجد مشقة ويسقط الرداء ولا أستطيع إلا أن ألف الرداء على كتفي حتى أمسك الرداء ولا يسقط، هذا من الأعذار ويؤجر على هذه السنة لأنه لم يتركها تكاسلا ولا تهاونا ولكن تركها لعذر. المسألة 50 ليس للطواف دعاء مخصوص، تقدم الإشارة إليه، وأنه يدعو بما فتح الله عليه، إنما ورد الدعاء بالتكبير بسم الله الله أكبر والله أكبر،
عند افتتاحي، ورد أيضا يقول ربنا أهدنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار في حديث عبد الله بن السائب، وجاء في حديث اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه في حديث جيد أيضا أنه يقوله في طوافه، وما سوى ذلك يقول ما فتح الله عليه، وإن شاء أن يقرأ القرآن ويسبح الله ويحمد الله ويهلله ويذكره ويدعوه، فهذا موطن عظيم من مواطن الدعاء. المسألة 51 تقدم في كلام الشيخ الإشارة إلى هذه الأدعية وما يدعو به، وقول ربنا أهدنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن هذا الدعاء يشرع أن يختم به الطائف كل طوفة من الطواف، وهذا يبين عظم هذا الدعاء، وذلك أن ختم كل طوفة بهذا الدعاء في فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث وشرع ختم الصلاة بالدعاء، قال ثم يتخيل المسألة يعجبه إليها حبه إليه، هذا في التشهد، كذلك في كل طوفة يشرع أن يختم طوفته بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل دعاء إذا دعا دعا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو مشروع في هذا الموطن وفي كل دعاء يدعو به. المسألة 52 هذا الطواف يشرع له الطهارة من الحدثين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. أما الطهارة الصغرى هو مشروع، ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الشيخ رحمه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذه الطهارة، والجمهور يقولون تجب الطهارة الصغرى، والشيخ رحمه الله يقول لم يأمر بها، لكن يشرع أن يكون على وضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف، لكنه طاف طاهرا طاف طاهرا، واللي ثبت عنه نهى الحائض عن الطواف، نهى الحائض عن الطواف، وهذا فيها خلاف لعله يعني في علة هذا النهي لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. المسألة 53 على عادة الشيخ رحمه الله حين ينظر مسألة بأخرى ويقول فيما يتعلق بمسألة الطهارة الكبرى وعلة النهي، يقول اعتكاف، والاعتكاف اشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، يعني الطهارة من حدث الأصغر لا تشتغل، لا يجوز أن يعتكف وهو على هذا يعني ولو كان محدثا الحدث الأصغر، فالاعتكاف لا تشترط له الطهارة الصغرى. أما الكبرى فإن الأئمة الأربعة على اشتراط الطهارة الكبرى، لأن الاعتكاف من شرطه المسجد والجنب لا يمكث في المسجد. المسألة 54 أن ثابت عن أحمد رحمه الله في رواية أنه استحباب الطهارة الصغرى للطواف كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وقد نقل الشيخ قال عن عبد الله بن أحمد قال عبد الله سألت أبي عن ذلك يعني في من يطوف على غير وضوء، فقال أحب إلي ألا يطوف ببيتي وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه يعني في الطواف الطهارة حين صار، ووجوبها هو أحد القولين عن أحمد رحمه في مذهب حنيفة، لكن ماذا قال لا يختلف مذهب حنيفة أنه ليست بشرط، وستأتي الإشارة إلى مسألة طواف الحائض كما تقدم. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى الساعة للطائف أن يطوف مثلا حافيا أو منتعلا، وأنه لا ينبغي لمن يكون مثلا في الحرم، وخاصة يعني لما كان في تلك الأيام، وأنه ربما يكون ذرق الحمام يوجد مثلا وبعضهم يحتاط
يعني يلبس جوارب حتى لا يصيبه شيء من درقها، مع أن درقها على الصحيح طاهر وكله مأكول اللحم. ولهذا يقول: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة حدائق، فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زال يطوفون بالبيت وما زال حامل مكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإن أفضى إلى ذلك كان خطأ. يعني الاحتياط يشرح حين لا تتبين السنة، أما إذا تبينت السنة فإن الاحتياط هو العمل بالسنة. ثم ذكر الشيخ المسألة 56، وهو الطواف، وأنه يجوز أن كما ذكر جواز أن يطوف حاذيا أو منتعلا. ويقول: فإن لم يكن الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاءه بالاتفاق، أجزاءه بالاتفاق. والطواف راكبا عند الحاجة يجزئ اتفاقا، الطواف راكبا يجزئ اتفاقا. ثم ذكر الشيخ رحمه المسألة 57، أن أحد قولي العلماء أن الحائض والجنب والمحدث إذا لم يمكن الطواف فلهم أن يطوفوا، لهم أن يطوفوا. أما المحدث على الخلاف، كثير من العلم يرى أنه يطوف وأنه لا شيء عليه هذا، لكن الاحتياط مثل هذا مطلوب، وهذا من مسائل الاحتياط. وإن كان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر، والحديث المروي يطوف البيت صلاة هذا من قول ابن عباس ولم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ليس في الحديث أنه يعني صلاة معنى أنه يشترط له الحد الطهارة، فإن في الطواف ما يجوز بلا خلاف، بلا خلاف من الكلام والأكل ونحو ذلك مما لا يجوز اتفاقا في الصلاة، فدل على أن التمثيل ببعض الوجوه لو ثبت الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالحائض فإنه إذا لم يمكنها الطواف، فاختار الشيخ رحمه الله اختار الشيخ أنه عند الضرورة أنه يجوز لها أن تطوف، يعني تتحفظ بقدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك الواجب عليها إما بدنها أو شات على خلاف في هذا. ورب بعضهم يقول إنه لا شيء عليها لأنها اتقت الله، اتقت فيه اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت، وأن هذا هو الواجب عليها إذا لم يمكنها إلا ذلك. لكن إذا أمكن أن تطوف طاهرا ولو أن ترجع مثلا، تيسر لها أن ترجع ثم بعد ذلك تعود إلى مكة، خاصة من كانت قريبة أو كانت بعيدة وكان الرجوع خاصة في مثل هذا الوقت مثلا، إذا أمكن أن ترجع في هذه الحالة هذا هو الواجب عليه. لكن إذا ترتب على ذلك أن تبقى محرمة وأنه لا قد لا ترجع وقد لا ترجع، فهذا لا إشكال، فهذا الأظهر والله أعلم كما جاء. وهو اختيار الشيخ رحمه الله أنه لا بأس أن تجتهد وأن تطوف على مثل هذه الحال، هذا هو الواجب عليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.